السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل أيها الأحباب الكرام الحديث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن موضوع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى هذا الحديث أن فيه مراتب تغيير المنكر، فإن هذه الأمة وخيريتها ترتبط ارتباطا وثيقا بدعوتها للحق وحمايتها للدين ومحاربتها للباطل، ذلك أن قيامها بهذا الواجب يحقق لها التمكين في الأرض ورفع راية التوحيد وتحكيم شرع الله ودينه، وهذا هو ما يميزها عن غيرها من الأمم ويجعل لها المكانة ما ليس لغيرها. لذلك امتدحها الله تعالى فقال في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علاوة على ذلك، فإن في أداء هذا الواجب الرباني حماية لسفينة المجتمع من الغرق، وحماية لصرحه من التصدع، وحماية لهويته من الانحلال، وإبقاء لسموه ورفعته، وسببا للنصر على الأعداء، والتمكين في الأرض، والنجاة من عذاب الله وعقابه. ولخطورة هذه القضية وأهميتها ينبغي علينا أن نعرف طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعرف شروطه ومسائله المتعلقة به. من هنا جاء هذا الحديث ليساهم في تكوين التصور الواضح اتجاه هذه القضية، ويبين لنا كيفية التعامل مع المنكر حين رؤيته. لقد بين الحديث أن إنكار المنكر على مراتب ثلاث: التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. وهذه المراتب متعلقة بطبيعة هذا المنكر ونوعه، وطبيعة القائم بالإنكار وشخصه. فمن المنكرات ما يمكن تغييره مباشرة باليد، ومن المنكرات ما يعجز المرء عن تغييره بيده دون لسانه، وثالثة لا يمكن تغييرها إلا بالقلب فحسب. فيجب إنكار المنكر باليد على كل من تمكن من ذلك ولم يؤدي إنكاره إلى مفسدة أكبر، وعليه يجب على الوالي أن يغير المنكر إذا صدر من الرعية، ويجب مثل ذلك على الأب في أهل بيته، والمعلم في مدرسته، والموظف في عمله، وهكذا. وإذا قصر أحدهم في واجبه هذا فإنه مضيع للأمانة، ومن ضيع الأمانة فقد أثم. لذا جاءت نصوص كثيرة تنبه المؤمنين على وجوب قيامهم بمسؤوليتهم الكاملة تجاه رعيتهم، والتي يدخل فيها إنكار المنكر. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته،
والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عاقبة الذين يفرطون في هذه الأمانة، فقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عجز عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى الإنكار باللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه. فيذكر العاصي بالله ويخوفه من عقابه على الوجه الذي يراه مناسبا لطبيعة هذه المعصية وطبيعة صاحبها. قد يكون التلميح كافيا أحيانا في هذا الباب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وما بال أقوام يتركون كذا وكذا. وقد يقتضي المقام التصريح والتعنيف، لهذا جاء في السنة أحداث ومواقف كان الإنكار فيها علنا، كإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه شفاعته في حد من حدود الله، وإنكاره على من لبس خاتم الذهب من الرجال، وغير ذلك مما تقتضي المصلحة إظهاره أمام الملأ. وإن عجز القائم بالإنكار عن إبداء نكيره فعلا وقولا، فلا أقل من إنكار المنكر بالقلب، وهذه هي المرتبة الثالثة، وهي واجب على كل أحد، ولا يعذر شخص بتركها، لأنها مسألة قلبية لا يتصور الإكراه على تركها أو العجز عن فعلها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد جهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمتى لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر انتكس. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا ضيعت الأمة هذا الواجب بالكلية وأهملت العمل به، عمت المنكرات في المجتمعات وشاع الفساد فيها، وعندها تكون الأمة مهددة بنزول العقوبة الإلهية عليها واستحقاق الغضب والمقت من الله تعالى. والمتأمل في أحوال الأمم الغابرة يجد بأن بقاءها كان مرهونا بأداء هذه الأمانة. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر شيء من أخبار تلك الأمم، من أبرزها أمة بني إسرائيل التي قال فيها رب العزة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. وتكمن خطورة التفريط في هذا الواجب أن يألف الناس المنكر ويزول في قلوبهم بغضه، ثم ينتشر ويسري فيهم وتغرق سفينة المجتمع وينهدم صرحها. وفي ذلك يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا يوضح هذه الحقيقة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤد من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. رواه الإمام البخاري. إن هذا الواجب هو مسؤولية الجميع، وكل فرد من هذه الأمة مطالب بأداء هذه المسؤولية على حسب طاقته. والخير في هذه الأمة كثير، بيد أننا بحاجة إلى المزيد من الجهود المباركة
حتى تحفظ للأمة بقاؤها وتحول دون تصدع بنيانها وتزعزع أركانها. اللهم احفظ هذه الأمة واجعلها خير أمة أخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.